ابوك يا شوشو بهدلني قدامه، ليه وليه ان انا هبيت في الراجل من حسرتي عليك يا حبيبتي. يا ستي حقك رجع لك، والكلمتين اللي حضرتك خدتيهم بسلامته وخد قدهم 20 مره في الجناب. هو والولاد هيزبونا اللي معايا دي، معرفش امه بقى ولا مرات ابوه ولا مراته، جاتوني لو يا نهار ازرق. ليه يا بابا انت قلت له ايه؟ قلت له ان في نصيب، هو نصيبه كده. المهم ان اللي في خيالكم ده مش نصيب. بودي مش ايه فين؟ بص لي. نعم. عملت ايه يا عبد الله؟ عملت فين؟ عملت ايه؟ الدنيا كانت ملبشه صح ساعه ما دخلت ورميت ورقه كده في وش الولايه دي. ورقه ايه؟ هو بالسهل كده واحده تخش لنا ادبها وفاكرين ان هم هيجيبولنا تعويض عن بنتنا ربع مليون جنيه؟ كام؟ مالكم فيه؟ ايه ايه؟ انت قلت ايه؟ يعني ايه مالنا؟ ربع مليون جنيه ده مالنا ومال بناتك ومال احفادنا ومال عيالنا؟ مالنا كلنا ايه؟ انت بتتكلم جد ولا بتهبل؟ اهبل؟ قصدها يعني بتهزر يا بابا، بتهزر. بهزر ايه؟ واحنا قاعدين هنا في مكان ينفع نعمل ايه؟ عبد الله بص لي انا، سيبك من البنات. نعم. بص لي انا. نعم. انت عملت كده؟ الكلام ده بجد؟ الربع مليون جنيه دول بجد؟ ايوه. ولو كان 10 اضعاف كنت قطعته ورميته في وشها برضه. ليه؟ كويس ما تنساش من القرايه. ليه؟ بس. ليه يا حبيبي؟ ليه يا عمري؟ ليه يا بودي؟ ليه ترميه في وشها؟ ليه؟ عشان دي اهانه يا ماما. اسكتي انت، خليكي في الحادثه بتاعتك يا حبيبه امك، خليكي. ما هو اللي منقوش في دماغه منقوش فيكي طبعا. ما تدخليش في ملكيش. يعني ايه ما تتدخلش؟ هي للاسف الوحيده اللي قالت كلمه حق. الله 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 الله. حق مين يا ابو حق؟ حق مين يا اخويا؟ ايه يا مالك بتتحط ده؟ حق بنتك اللي انت فرطت فيه يا عبد الله. حقابل مين يا روس؟ حقابل مين؟ من الست اللي داخله بمنتهى قله الادب وبتكلمني كده وبتقول لي ما معناه يعني تاخد كام والفيلم ده يخلص؟ هي قالت لك كده؟ ايوه. الله، ايه المفروض اعمل ايه يعني؟ انا رقبتي بقعد ارش دماغي وافكر واحسبها كده، يا ترى البهيمه دي اخلصها بكام؟ ايه يا بابا انا بهيمه؟ سوري يعني مش قصدي يا حبيبتي المجازن. لا مجازن، خليني انا المجازن، اديني بقى المجازن دي في حضني، المجازن دي بتاعتي انا، مجازن دي انا، انا اعتبروني البهيمه، انا بهيمه، انا اعتبروني من هنا ورايي. كل يوم قولي لي يا ماما يا بهيمه، يا ماما يا بهيمه، زي ما انتوا ماشيين. تمام؟ الاسلاف اللي فجاه بتنهاري كده، ده انتي مربيه اجيال عيب كده. انا مربيه اجيال يا اخويا؟ سمعني والنبي، سمعني عشان ما دخلتش جوادني. فاضله فاضله، انت عارف مربيه الاجيال الفاضله دي بتاخد كام مرتبها؟ تلات تعريفه، يعني لو جالها اصابه عمل هيدوها ربع جنيه بدل ربع مليون اللي رمتهم في الشيء. بصراحه يا بابا ماما عندها حق، وانت اتنازلت عن حق البهيمه دي. قصدي شاديه يعني. يا بنتي بنقول ده قضاء ربنا، ده مش واحد مجرم قاصد ان هو يذيع، ولو كان مجرم وقاصد ان هو يذيع انا اعرف اجيب حق بنتي بالقانون بالدراع باي طريقه، لكن مش هاخد فيها فلوس، مش بالعوض، مش هقدر اصلح على قدر ربنا واساوم على دم بنتي.